السلام عليكم اخوان، حسين البياتي وياكم من جديد. راح اشرح لكم جهاز انا شارحه قبل، بس راح اشرح المرة بالتفصيل، تفصيل اكثر عن جهاز قارت 80 جولد. طبعا هذا الجهاز مقدمة بسيطة نطيك. الجهاز هذا فيه ثلاث اطباق، طبق كبير، طبق صغير، وطبق كلش صغير. كل طبق الكبير راح ينزل لك عمق للأهداف الكبيرة، والطبق الوسط راح يكون متوسط للأهداف الكبيرة والأهداف الصغيرة، والطبق الصغير راح يكون خاص للحفر، للناس اللي تحفر وللناس اللي شغالة تتبع عروق الذهب. طبعا معلومة للطبق الكبير، من أقول ينزل عمق للأهداف الكبيرة مش معنى أنه راح يحمل الأهداف الصغيرة، راح يمسك الصغير وراح يمسك الكبير، بس راح يكون للأهداف الكبيرة أعمق. كل ما كبر حجم الطبق قلت حساسيته، زاد عمقه للأهداف الكبير وقلت حساسيته للقطع الصغار. كل ما صغر الطبق زادت حساسيته، زاد عمقه للأهداف الصغيرة، قل عمقه للأهداف الكبيرة. هذا أبسط تعبير أقدر أوضح لك إياه. طبعا الجهاز يشتغل بأربع بطاريات عادية اللي متوفرة بأي مكان، وإذا حبينا نخلي ريتشارجبل باتري تشتريها من أي سوبر ماركت، إنرجايزر أو ديوراسيل أو فيرتا، تخلي بيها البطاريات وتشحنها، راح تشتغل معك تقريبا من 4 أيام إلى أسبوع، لأن الجهاز ما يحتاج طاقة كبيرة وما يحتاج بطارية كبيرة. أو بطاريات عادية تخليها ومتى ما فضيت تركب بطاريات جديدة وترتاح من موضوع الشحن لو يضايقك. الجهاز بعد يجي في ميزة انه الجهاز يشتغل داخل الماء، ووتر بروف، ممكن تنزل به داخل المية 3 أمتار. اذا عندك منطقة فيها مطر، منطقة فيها سيول، تريد تبحث، الجهاز ما عنده اي مشكلة بهذا الموضوع. والجهاز يجي مثل ما ذكرت مع 3 أطباق، ويجي مع سماعة، وراح ادخل لك على شرح الجهاز كيف تشغله بطريقة بروفيشنال وكيف تحصل ذهب بي. طبعا هذا الجهاز مثل ما شايفين عندك ارقام من 0 إلى 100، تمام؟ هذا الارقام تحدد لك شيء تقريبي لنوع المعدن، يعني بين 0 إلى 30 هذا راح يكون يا اما حديد يا اما حجر. الحجر اللي يكون تقريبا بهذا الشكل، فيكون اكسيد الحديد العالي، حجر اسود او حجر احمر. الاجهزه اللي بتكنولوجيا في ال اف راح تزمر عليه. فالجهاز هذا راح ينطيك عليه اشاره وراح ينطيك عليه صوت، وراح اشرح اكثر عن هاي المعلومه. راح ينطيك بين هذا الرينج من 0 إلى 30، تمام؟ ممكن صوت الحجر وصوت الحديد تلغي تمحي أو تميز بصوت مختلف، وراح أشرح لكم إياها. والذهب راح تعرفها من خلال أرقام الذهب، تمام؟ الجهاز يجي بثلاثة مود All Metal، جميع المعادن، Disk 1 Disk 2. الديسك 1 اللي هو البرمجة اللي أنت تختارها والجهاز راح يحفظها، ولو حبيت تضيف برمجة ثانية تخليها هنا وراح يحفظها لك. تقدر تشتغل برمجة أولى وبرمجة ثانية. والجهاز بالنسبة لبرمجته فهي برمجة سهلة مو صعبة. نبدي بالآيرون ديسك. الآيرون ديسك اللي هو إلغاء الحديد، كل ما رفعته أكثر كل ما لغيت الحديد ولغيت الصخور اللي فيها أكسيد الحديد. السنسيفيتي هي الحساسية، معروفة الحساسية هي قوة الجهاز. الترشهولد، الترشهولد هو الصوت المستمر مش الفوليوم، الفوليوم هو نسبة الصوت، أما هذا يسموه ترشهولد، صوت الطنين، أو في بعض الأجهزة مستوى صوت الحد الأدنى إذا تعرفوها. فهذا من يكون مرفوع راح تسمع صوت شيء بسيط ون مثل الوعوضة مستمرة، هذا راح تنطيك حساسية وعمق أكثر للأهداف الصغيرة وللأهداف العميقة. بس هذا الجهاز ما أنصح الناس تستخدمها، تخليها ماينس أفضل حتى الجهاز يكون مستقر، لأن الجهاز حساسيته جدا 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 عالية. خلصنا أول شيء مثل ما ذكرنا، إلغاء الحديد، الحساسية، الترشهولد.
عندك هذا زر التشغيل وزر التحويل بين الاول متل والديسك 1 والديسك 2. ايرون اوديو لو ضغطنا راح يميز لك صوت الحديد تمام وصوت الحجر. البين احنا نسميها بين بوينتر اللي هي تحديد الهدف وسط الطبق، يعني هي هنا بالضبط. الهدف لما يكون بهذا المكان الجهاز راح يزمر ينطيك النقطة الصفر وين موجود الهدف. الفريكوانسي مثلا اذا انا شغال بقارة 80 جولد وجنبي جهاز ثاني قارة 80 جولد، كل جهاز نخليه على فريكوانسي حتى الاجهزة لا تتداخل، بس الاجهزة الـ VLF ما تتداخل لما يكونون قراب الا يكون جدا جدا قريب، يعني على مسافة متر راح يتداخل، ابعد ما راح يتداخل. فلو تريد تتجنب هذا الموضوع تغير، تخلي مثلا هذا على موجة والجهاز الثاني على موجة وراح يشتغلون تمام. الزر الأخير وهو أهم زر اللي هو الجراوند بالانس، تعريف الجهاز على التروة، اللي هو تضغط الجهاز وترفعه وتنزله 4-5 مرات لحين استقرار الجهاز. راح أشغل لكم الجهاز وراح أوريكم عينات بين الحديد والذهب. عوض مساعدتك. تمام هذا الجهاز شغلته تمام. الترش هولد انا دائما اعمل هاي السيتنجز اللي انا افضله اخليه ماينس 2، اقصى نسوي ماينس 4. ماينس 2 يكون كويس، طبعا انا مقلل الحساسيه لان هناك في كهرباء والجهاز قاعد يتاثر فيها. واحاول شويه بعده تمام حتى تكون واضحه. طبعا مثل ما شايفين حساسية بس 2 مسويها. وعندي الايرون اوديو الحين مشغلة حتى يميز لي صوت الحديد تمام. اللي راح اسويه من الاول متل راح انزل على الديسك 1 اللي هو انا افضله. الديسك لما تريد تشتغل بروفيشنال ترفع 2-3 اكثر ما انصح، يعني حتى لو زمر على الحديد بس اكثر ما انصح انك تسوي لان راح تخسر عمق. فنخليه 2-3 الجهاز راح يشتغل 100%، يعني الديسك نخليه 2-3 سنسيفيتي فول، الترش هولد ماينس 2-4، ماينس 2 هي افضل شيء، زايد 2-2. وهذا الايرون اوديو الحين شغال، خليه للحديد. لا قدام الطبق، انا منزل الحساسية، حركه كم الارقام تطلع؟ 18. شوف وريني الذهب، ارمي الحديد، خلي الذهب، حركه تمام. شايفين الارقام؟ الحين اللي راح اسوي تمام، اللي راح اسوي شوف الارقام عالي هنا تطلع تمام كافي. الحين اللي راح اسوي راح الغي لك الحديد، الغيه تماما بس مع صوت. خلي الحديد وريني القطعة، وريني القطعة الحديد تمام. ها القطعة الحديد. الحين راح اخلي نفس الطريقة نضغط زر الايرون اوديو، راح نشوف هذه اختفت. الحين حرك نشوف ارقام تتحرك، بس بأشر لك انه في حديد بس ما في شيء تمام. شوي راح ارفع الحساسية، ما في شيء. خلي الذهب تمام. الحين رجع لك الصوت الحديد من جديد، رجع هذا الحديد. فأفضل سيتينجز للناس اللي شغالة على الذهب الخام الحساسية تكون فل، الديسك ما نرفع لهذا الدرجة ما راح نحتاجه لأن راح نعرف نوع المعدن من الأرقام. هذه تكون 2، هذه تكون ماينس 2،
والايرون اوديو انا افضل يكون شغال يعني حتى للذهب راح ينطيك نتيجة افضل. وهيج اظن الجهاز وافي. نقطة اخيرة اعلمك كيف تعمل جراوند بالانس اللي هي دخل ايدك. طبعا السماعة غلط محطوطة. اضغط هذا الزر مستمر وهالطريقة. طبعا الصوت اللي ظهر هذا الصوت عادي، هذا لان كل المحل كهرباء ما نقدر نشغله هنا. فمثل ما ذكرت اضغط هذا الزر وارفع الطبق بهالطريقة لحد ما الجهاز يتعرف على التربة. طبعا الجهاز يجيك بهذا الطبق الكبير ويجيك معه الطبق الثاني هذا، ويجيك السوبر سنسر هذا طبق الرعب. هذا الطبق يمسك لك حبات ذهب اذا تخليها على الميزان تطلع لك صفر. يعني الناس اللي شغالة على حجر المروة على عروق الذهب، فهذا الطبق هو اقوى شيء للحفر وتتبع الذهب داخل الاحجار. وهذا بعد قوي وهذا بعد قوي، يعني هذا للحفر، للبحث العادي بعد قوي وراح يفيدك. والسماعة موجودة والجهاز مثل ما ذكرت ووتر بروف. وسوي لايك وسوي شير وملاعيب العيد. واي شيء عندكم اي استفسار ثاني اي استفسار اضافي خلونا اياها بالكومنتات وشكرا.